القرآن الكريم خير كتاب أنزل على خير البشر بأحسن الشرائع وأتمها وأكملها إلى أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الإسلام. جعله الله تعالى حجة على البشر وشفيعا لأهله يوم القيامة. والقرآن فسر لنا العديد من الأمور التي ستحدث في عصرنا الحديث، ومع انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح في المجتمع الإسلامي وأصبح وباء ليس له علاج. فقد قدم لنا القرآن الكريم آيات وأدعية لحمايتنا من الفيروسات والأمراض والأوبئة، ولكن هل بالفعل ذكرت كلمة فيروس كورونا في القرآن الكريم؟ فهذا ما سنتعرف عليه. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، ندعوكم للاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو والضغط على الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. الشفاء من أي فيروس أو وباء هو علاجه من الله سبحانه وتعالى. ما خلق الله تعالى داء إلا خلق له دواء إلا السام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسام هو الموت. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وتداول بعض الآئمة أن كيفية التعامل مع هذا الفيروس مذكورة في أول سورة المدثر. رد علماء من دار الفتوى المصرية بأن ورود فيروس كورونا الجديد في القرآن الكريم كذب وافتراء على الله تعالى. وقالت دار الفتوى المصرية: إن هذا تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل، ونحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء. فعلاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة. ولكن أعزائي المشاهدين، توجد آيات في القرآن الكريم تحذرنا من انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا. فعند البحث عن أصلها في القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم تحدث عن الحشرات التي تنقل الفيروسات، وضرب بها المثل في بعض الآيات وذكرها في مواضع تارة أخرى لتكون عبرة وعظة وآية لبعض الأقوام. كما اشتمل القرآن الكريم أيضا على بعض السور سميت بأسماء بعض الحشرات، منها واحد ذكر حشرة البعوض الناقلة للفيروسات. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تلك الحشرة تنقل نوعا من الفيروسات يسمى حمى الوادي المتصدع، وهو مرض فيروسي يصيب الأغنام والماشية والجمال مسببا الإجهاض والوفاة وينتقل للإنسان. كما أنه ينقل بعوض الأنوفيل الفرعوني، هو الناقل الرئيسي للملاريا الثلاثية الحميدة في الدلتا ووادي النيل. 2 الجراد والقمل، وهو ينشر الحمى والتيفود. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وحشرة القمل التي تشبه القمل من الناحية العلمية نجد منها 3 أنواع: قمل الرأس وقمل الجسم وقمل العانة، وهو ينقل مرض التيفوس والحمى الراجعة وحمى الخنادق. وأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا أو طعاما إلا وجد فيه ضفدعة. وأرسل عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما، ولا يستسقون من بئر ولا نهر إلا عاد دما. 3 العنكبوت،
ونشر سمه المفعول. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. عدد قليل من أنواع العناكب لها سم قوي المفعول ويمكن أن يؤذي الإنسان إذا عضه، ولكن الأغلبية العظمى منها عديم الضرر، إما لأن فكوكها ضعيفة وصغيرة، وإما لأن سمها ضعيف المفعول. وقد ذكر القرآن الكريم أيضا آيات للشفاء من الأمراض والأوبئة، وقد ورد في الحديث الصحيح أن سورة الفاتحة فيها الشفاء، وكذلك آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتان. 1- تلاوة سورة الفاتحة 7 مرات، وتقرأ 7 مرات لأن الله عز وجل سماها بالسبع المثاني، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. 2- آية الكرسي. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وتعد آية الكرسي من أعظم الآيات الموجودة في القرآن الكريم، إذ تعد مهمة جدا في الشفاء، لأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ من يداوم على قراءتها من كل مرض أو سوء أو شر بإذن الله تعالى. 3- آخر آيتين من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمن قرأ هاتين الآيتين حمتاه من أي شر ومرض وهم وغم. 4- سورة الإخلاص، إذ تعدل هذه السورة ثلث القرآن الكريم، فهي السورة التي أودع الله عز وجل فيها صفات الوحدانية التي انفرد بها، فهي سورة مهمة جدا في علاج جميع الأمراض، ومن المستحسن قراءتها 11 مرة، وهو عدد حروف قوله تعالى: قل هو الله أحد، ولهذا الرقم 11 إعجاز مبهر في ثنايا هذه السورة. 5- المعوذتان، وهما سورة الفلق والناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ الناس بأفضل منهما، أي إن المسلم عند اللجوء إليهما فإنهما سيحميان ويحصنان قارئهما من الشرور كافة بإذن الله تعالى، ومن بينها الأمراض البسيطة والمستعصية. 6- قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع تكرارها بشكل يومي في الصباح والمساء 7 مرات. 7- قراءة سورة يوسف كاملة، فهي من بين سور القرآن الكريم التي تحمل في ثناياها بشائر الصبر والعاقبة الحسنة لمن توكل على الله في الضراء والسراء، لذلك نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف لمواساته والتخفيف عنه.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.